أعد الموساد الإسرائيلي قائمة اغتيال قادة حماس رداً على عملية طوفان الأقصى، أحدثهم رائد ثابت الذي كان وفق الجيش الإسرائيلي رئيساً لقسم الإمدادات والقوى العاملة لدى الجناح العسكري التابع لحماس. مروان عيسى نائب القائد العسكري لحماس في غزة وقتل في عملية في مخيم صيرات وتصنفه إسرائيل بالرجل رقم 4 في الحركة. فائق المبحوح رئيس عمليات جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس وقتل خلال عملية اقتحام مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة. أيمن نوفل عضو المجلس العسكري لكتائب القسام وقائد لواء المنطقة الوسطى لعب نوفل دوراً في تطوير المنظومة الصاروخية لحماس. صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي في حماس وقتل في غارة استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت. أحمد الغندور عضو المجلس العسكري في كتائب القسام وقائد لواء الشمال في قطاع غزة. ولا تزال إسرائيل تسعى وراء أبرز 3 قادة لحماس ويتصدرهم يحيى السنوار زعيم الحركة في الداخل، وشقيقه محمد السنوار الذي يعتقد بأنه يشرف على العمليات في القطاع وكان جزءاً من الدائرة الضيقة ممن خططوا لعملية طوفان الأقصى. وفي المرتبة الثالثة محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام.